الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، توقفنا عند أظن عند الحروب البوليخية، نعود نلخص ما ذكرنا. فنحن الآن في الباب الرابع، وهو في باب قرطاجنة، أو في ذكر الفينيقيين، وفي ضمنها جاء ذكر قرطاجنة. انتهينا عند الحروب، قلنا حروب قرطاجنة كانت مع اليونان ومع الرومان، فمع اليونان تسمى حروب سكلية، ومع الرومان تسمى الحروب البونيقية. أما الحروب السكلية فكانت على كم مرحلة؟ على ثلاثة أدوار، دور الأول والثاني ونهاية الثالث. أما الحروب البونيقية فكانت مع الرومان، انتهينا من الحرب الأولى وقفنا عند الثانية. طيب، قال الشيخ مبارك الميري رحمه الله: لما توفي أملقار بإسبانية، أملقار هذا كنا كان قائدا عظيما عند القرطاجنيين، ويعني أبلى بلاء عظيما، وكان صاحب قوة وإقدام، لكن أصحاب الأموال رأوا أن إبقاء هذا القائد الذي له الحرق على وطنه فلا يسلم شيئا منها ولو على جث إلا على جثته، يعني لو أبقوا عليه فستذهب ثرواته، ف يعني أبعدوه إلى إسبانيا من باب أنهم يريدون فتحها، هذا في الظاهر، وإلا الحقيقة أنهم يخافون على ثرواته. فوذهب إلى إسبانيا وفتحها وأسس بها دولة ترأسها، وسميت عاصمتها بقرطاجنة الحديثة. بداية الحروب البونيقية الثانية، قال: لما توفي أملقار بإسبانيا ترك جيشا منظما منقادا له كل الانقياد، فورثه ابنه حبنعا في الحكم والجيش، وكان ابن 17 سنة. حبنعا هذا 27 عفوا ابن 27 سنة. حبنعا هذا رجل عظيم اعترف له أعداؤه الرومان بالدهاء الخارق للعادة، وتعجب نابليون الأول من دهائه. نابليون الأول هذا هو نابليون بونابرت، هذا نابليون بونابرت، هذا قائد فرنسا الذي أراد أن يحكم العالم كله، أصحاب المعارك والأمور الحربية العظيمة، أراد أن يسيطر على العالم كله. وبالمناسبة نابليون بونابرت هذا هو أول صاحب فكرة تجميع قومي لليهود، وأنهم قوم لهم قومية وشعب له وجود، ولا بد أن تكون له فلسطين دولة. نابليون بونابرت
هو أول من أوقد هذه الفكرة، أراد من وراء ذلك أن يجمع اليهود معه، لأن كان هدفه السامي والأساسي هو التمكن من مصر، لأنه يعلم أن مصر دولة منطقتها مهمة جدا وعظمى، والتمكن منها يفتح له أبواب كثيرة. ولا شك يعني هو يدرس أو كان يعني هذا بناء عن دراسة تاريخية، ويعني أمثال هؤلاء الرجال يعني في الميزان التاريخي عند الناس، وبحسب بحسب ما حصلوه وما أقدموا عليه وما طمحوا إليه يجعلون قائمة من العظماء، يذكرون فيها كثير من الناس، منهم هذا كان وصل إلى المرتبة وكان مقداما طموحا وسار إلى تحقيق أمور كثيرة. فهؤلاء لابد أن يكون لهم دراسة في التاريخ يعني لتمكين الحصول على مآربهم ومقاصدهم. فهو يعلم أن مصر مهمة جدا، من أسباب وصوله إلى مصر تمكين اليهود من فلسطين. كيف يمكن اليهود من فلسطين؟ دعوة أنهم قوم وأن قومية اليهود موجودة ولا بد من إحداثها ولا بد من إرجاعهم إلى بلد الأصل، فكان له ذلك. لكن هو هذه فكرته الأولى لكن لم ينجح فيها تماما، وكان الأمر للإنجليز. ولهذا فأعظم المؤيدين لليهود فرنسا، ولا نعجب من علامة الجزائر محمد البشير إبراهيمي، هذا الفذ، هذا العالم الفذ، قال: ولا أزال أعلم وأعتقد جزما أن الوطن الأول الرئيسي لليهود هو فرنسا. يقول في كتاب الآثار، كتاب الآثار للإمام البشير إبراهيمي الذي جمعه ابنه أحمد طالب إبراهيمي الوزير الأسبق حفظه الله العزة حيا على كل، فجمع آثار عنده وفيه الكثير من كلامه، وهذا مما يوصف اليقظة يستفاد منه الكثير. فيقول هذا البشير إبراهيمي رحمه الله تعالى، يقول هذا، فيقول: تعجب نابليون أول من دهائه الحرب. طيب نابليون متى؟ قبل 18. وتعجب من دهاء حبل على هذا لقاء اللي كان قبل الميلاد بنحو قرنين، يعني له عليه دراسة، كان درس أموره التاريخية والحربية وما كان عنده من الذكر. قال: ومجمل القول فيه أنه عالم متبصر في الأمور ذو عزيمة ثابتة ووطنية نارية، هذا حبل على، محبوب من جيشه وكلاهم واثق بالآخر، القائد بالجيش والجيش بالقائد. كان يحمل حقدا حاضرا لروما، يعني ضد روما، وينوي تجديد عز قرطاجنة. عصر قرطاجنة كما قلنا هي دولة فينيقية لما نزلت الجانب الشرقي لهذا البلد، فتوسل لإثارة الحرب بينه وبين روما بأن هجم على مدينة بإسبانيا كانت تحت حمايتها. طيب انتهينا من حروب البونيقية الأولى إلى إيش؟ إلى إيجاد أو انتهوا إلى معاهدة رد الأسرى من غير فداء، خروج قرطاجنة من الصقلية، التزامها مسالمة للتيرو، دفع الغرامة الحربية إلى آخره. فحبل على هذا أراد أن يثير الحرب مع روما، ماذا فعل؟ كان في إسبانيا فأغار على منطقة تابعة لروما. نعم، فتوسل بمعنى توصل، توسل توصل كما يقال وزنا ومعنى، جعل وسيلة وصيلة سببا لإثارة الحرب بينه وبين روما بأن هجم على مدينة إسبانية تحت حمايتها، حماية روما، كما أنها هجمت قبل ذلك أثناء الصلح على جزيرتي سردانيا والقرص معروفين لها، وانتزعتهما من قرطاجنة، يعني روما فعلت هذا أثناء الصلح.
فهو أعاد الغارة على مدينة قضاء. وبهجوم حبنعل انقضت أيام الصح، يعني الصح الذي أبرم انقضى، يعني قال تكون مسالمة، فإذا ببعض أتباع قرطاجنة يغيرون على بعض البلاد، إذن هذا الصح قد ماذا انقضى. التي دامت 22 سنة استعادت فيها كلتا الدولتين قوتها. أرسلت رومة إلى قرطاجنة وفدا يطلب منها تكفير تعدي حبنعل واغتيال الصلح أو الحرب. روما لما سمعت بهذا أرسلت إلى قرطاجنة، وهذا حبنعل الذي هو وريث أمن القافلة في إسبانيا تابع لقرطاجنة، روما قالت لقرطاجنة يعني قد نقضت العهد، فإما أن تعود إلى الصلح أو الحرب. فردت إليها قرطاجنة أمر الاختيار، قالت والخيار لك، إن شئت تبقى يا صلح إن شئت حرب. طيب اختارت روما الحرب، فكان ذلك ضربا وسلاما على قلب حبنعل، هذا ما كان ينتظر، فأراد أن يحاربها في عقر دارها، فاختار من جنوده 50,000 بين مشاة وفرسان وقيل 100,000، وتوجه إلى إيطاليا، وكان يريد أن يموت هو أو تموت روما، يعني أراد القضاء عليها للدولة، دولة الرومان الروم هؤلاء، يعني دولة معروفة من القدم أنها مستفزة ومستغلة للناس. وأكثر فرسانه نوميديون جهة شرقية، وهم معروفون بالفروسية المبهتة، أصحاب يعني فروسية، حتى أن فرسان الرومان لم يستطيعوا مقابلتهم فترجعوا حلولي، يعني كان أتباع حبنعل من القرطاجنيين أصحاب فروسية، فلما التقوا مع الرومان وهم على خيولهم أي الرومان لم يستطيعوا المقاومة، فاضطروا إلى القتال لا عن خيولهم بل راجلين ماشيين. وقعت بين الفريقين معارك في ميادين كان النصر فيها لحبنعل، وهلك من الرومان آلاف مؤلفة، وطالت إقامة حبنعل بإيطاليا، فقل جنده وخرج عنه كثير من الأمم التي أخضعها أولا لطاعته، يعني كانت الغلبة له لكن لم يعد إلى بلده بل أطال القيام بإيطاليا فقل جنده، والذين خضعوا له صاروا يخرجون عليه. وإذ ذاك استنجد قرطاجنة فلم تنجده، لم تنجده جريا على عدد أعيانها من حب السلم لترويج التجارة، الدولة القرطاجنية ماذا صاحبة التجارة فتريد ترويج التجارة والتوسع في تجارتها ونقل السلاح خاصة عن طريق البحرية، فإثارة الحروب والقلاقل لا تحب ذلك، وخاصة حبنعل هذا قد أرسلته هي أصلا إلى إسبانيا، فإغارته على المدينة التي أغار عليها كما ذكرنا سابقا، ويعني إقامة هذه الحرب هذه هي ليس لها فيها شيء، فلم تنجده جميعا على عادة أعيانها من حب السلم لترويج التجارة هنالك. نعم. قال هنالك أرسل إلى أخيه صدر بعد، صدر بعد الذي تركه بإسبانيا، فاضطر صدر بعد في طريقه إلى خوض معركة قضت على أجله قبل على أجله 70 قبل الميلاد، يعني حبنعل استنجد بأخيه صدر بعد بإسبانيا، فلما جاءه في الطريق خاض معارك لكنه توفي أثناء ذلك. بعد ذلك تحصن حبنعل بجبال كلابر من إيطاليا، وعجز الرومان عن مقاومته بها، فنقلوا الحرب إلى إفريقية بتدبير سيبيون. إلى إفريقية ليش؟ لأن يعني في إفريقيا يوجد قرطاجنة، والروما روما لها طمع في إفريقية، لها طمع في إفريقية لاستغلال ثرواتها. وما دام حبنعل هذا تابع لقرطاجنة من قبله فأرادت أن تنقل الحرب إلى ذلك. لما رأى سبيون أن ينقل الحرب إلى إفريقية
المؤلف ترجم له قال: سيبيون هذا هو قائد الجيش الروماني المحارب لقرطاجنة بالأندلس، وأبوه يقال له أيضا سيبيون، وكان أيضا قائدا، وانتصر عليه حبنا في طريقه إلى إيطاليا. ويعرف سيبيون الإبن بسيبيون الإفريقي لأنه نزل بإفريقية، ولعل هذه النسبة جاءت من قبل إقامته بإفريقية في هذه الحرب. على كل، لما رأى سيبيون أن ينقل الحرب إلى إفريقية كما فعل من قبله أغاثوغلس، تعرفون أغاثوغلس هو الذي أيضا يعني كان يعني من عائلة فقيرة، وجعله حبل على الأول، أرسله إلى إسبانيا يعني يقاوم هناك إلى منطقة يقاوم. فلما استتب له الأمر ومات الذي أرسله، رأى أنه قد يعني انفك عن الأيمان التي أعطاه إياها على أنه يصير تحته، فاستقل بالملك. هذا مرة معنا. فقال نعم: وجد نفسه في حاجة إلى استمالة النوميديين، فذهب إلى إفريقية وتمكن من عقد محالفة مع سيفاقس ملك مصيصيا ضد قرطاجنة، وبذل صدر بعل ابن جسقول جهوده لإبقاء سيفاقس على ولائه لقرطاجنة، فلم يفلح أولا. ثم عاد سيبيون إلى الأندلس وكانوا لهم، وبها ماصينيسا. ماصينيسا هذا تابع للبربر من رؤساء البربر، سيأتي ذكره لما يأتي ذكر الباب الخامس البربر في العهد القرطاجني، سنذكر أو يذكر مؤلف رؤساء البربر ومنهم ماصينيسا. وبها ماصينيسا مع صدر بعل على الرومان، فاستماله أيضا وكان عدو سيفاقس، فوجد صدر بعل بذلك سبيلا إلى إغالي صدر سيفاقس على الرومان، فانتزعه منهم وعاده في صف قرطاجنة. جمع سيبيون لفتح إفريقية جيشا يشتمل على 30,000، وكان مصيصة قد وقعت حروب مع سيفاقس انهزم فيها وصار متشردا بالصحراء. فلما حل سيبيون، هذا تابع للرومان، بإفريقية جاءه نجدة له، يعني التحق به مصيصة، وجاء سيفاقس منتصرا لصدر بعل، ووقعت بين الفريقين معركة أولى انهزم فيها سيبيون مكيدة يعني خدع، وأظهر رغبته في الصلح. وبينما هم في المفاوضة إذ هجم سيبيون على صدر بعل ومصيصة على سيفاقس ليلا، وحرقوهم بالنار وعلوهم بالسيوف، فكانت على القرطاجينيين وقيعة شنعاء، وذلك سنة 30 بعد 200 قبل الميلاد. وخضعت إذ ذاك قرطاجنة لسيبيون طالبة منه الصلح، كل ذلك وحبنا عن إيطاليا. ولما بلغه ما حل بدولته عاد إلى وطنه سنة 200 قبل الميلاد، أو سنة 200 قبل الميلاد. ولما قال: لما بلغ حبنا القرطاجنة تقوت به القلوب، يعني لما رأى الجند لأن بينهما توافق تقووا به بعد الضعف، ولم يقبل الصلح، لم يقبل الصلح، وعاد إلى الحرب. فوقعت بينه وبين سيبيون معركة زامة، هذه زامة منطقة، مات فيها من الرومان عدد كبير، ولكن خيالة نوميديا كانوا مع سيبيون، فكان الغلب له. النوميديون كما ذكرنا أصحاب خيالة. وعاد حبنا إلى قرطاجنة آيسا من ربح الحرب، راضيا بالصلح. وكانت معركة زامة هذه خاتمة الحرب البونيقية الثانية. عقد المتحاربان بعدها هدنة إلى 3 أشهر، ثم اتفقوا سنة إحدى بعد 200 على مواد الصلح الآتية: أولا صلاح الأسر الرومان بغير فداء، ثانيا تسليم قرطاجنة في جميع أفيالها للرومان، ثالثا تسليمها لهم جميع سفنها إلا 10، رابعا يبقى لها ما تحت يدها من التراب ما عدا الجزر،
خامسا تدفع لهم غرامة مالية قدرها ابن خلدون ب3000 قنطار من الفضة، وقدرها غير من أدخيل فرنج ب54 مليون فرنك، وهي منجمة يعني مقصرة. قال ماسي على 10 سنوات، وقال ماليت من المؤرخين على 50 سنة. سادسا تعترف بسلطنة ماسينيسا على ماسينية، وقاعدته قرطة، وتتعهد بأن لا تحاربه، يعني قرطة جدا لا تحارب ماسينيسا اللي هو تابع للبربر. سابعا لا تجند جندا إلا برخصة من روما، انتبهوا لهذا البنود وهذه أسباب الصلح، نفس التاريخ تكرر نفسه، يعني نفس الأمور تتكرر. لا تجند جندا إلا برخصة من روما. ثامنا لتنفيذ هذه المواد تأخذ روما 100 من أبناء قرطاجنة رهن. تم الصلح على هذا الوجه، وأخذ سبيون 500 سفينة أحرقها بميناء قرطاجنة، ورد عليهم 4000 أسير، وعاد إلى رومة ظافرا منصورا. أما حمدان فإنه عاد إلى قرطاجنة وهو يرجو أن يأتي يوم تقبل فيه رومة شروطا كالتي قبلتها اليوم قرطاجنة، يعني يتمنى متى يتقوى فهو الذي يفرض الشروط على الرومان. وظهرت طلائع الفوضى بقرطاجنة، واتهم حبنعل بالتقصير في فتح روما فحكم عليه بالقذف، ولكنه استمال الجند وقلب النظام وأصبح هو الآمر الناهي. انقلبت الكفة، لأنه كان صاحب قيادة في الجيش وكان بينه وبين جيشه توافق، فحكم عليه بالقتل لأنه لم ينجح أمام روما، لكن استجلب إلى نفسه الجند فانقلب الأمر وصار هو الأمر الناهي. وذلك سنة 95 بعد المئة، وأخذ في رتق ما فتقته الحرب. رتق ما فتقته يعني لم وجم وشمل وجبر ما سبق أن تفرق. فدرب الجنود ونشط الفلاح ولم يرق ذلك للرومان، فبعثوا إليه بالكف عن تلك النهضة التي تعيد لقرطاجنة شبابها. هكذا ما يفعل الدول التي تسمى القوى الكبرى، قال تنجو 100 برميل قال 100 برميل، دون أشكت 100 برميل و1000 برميل، وبعدين تولوا تطلبوا كما تحبوا ونحن نحتاجوا إلى آخره. وتخشى منها روما خرابها. ولم يستمع إليهم حبلا على كثرة إلحاحهم، ولما أعياهم إعراضه عن موافقتهم عزموا على اغتياله بمساعدة أرباب الأموال التي استحوذت على قلوب أصحابها، فلم تبقي بها منفذا لحب الوطن. الجبناء والخونة وأهل الغدر والخيانة كثر. إذا حبنعل صاحب وطنية أراد أن يقوم ببلده من جديد، درب الجند ونشط أسباب انتعاش بلده، رأى الفلاح. هذا الأمر لا يكون على غفلة من الرومان، كما هو الحال الآن من الدول التي هي في ميزان الدول الكبرى ضعيفة، في ميزان الأمريكان وفرنسا وبريطانيا والروس وما يتبعهم معسكر الشرقي والحلف الأطلسي، فعينهم مبسوطة على الدول المستضعفة ويتابعون أحوالهم ويغلطوا الناس. مؤتمر عالمي لتنمية الاقتصاد دول العالم الثالث، مؤتمر عالمي لحماية الأقليات، مؤتمر عالمي كذا وكذا وكذا، وهو فقط لبسط العيون على هذه الدول حتى تبقى كبار مكانك راضح في مقام السوري ما تزيدش قدام. فمتى وجد فيهم من يريد أن ينهض دبروا لهم مكيدة وشنقوه كما شنقوا غير واحد.
قال فدبروا له مكيدة على اغتياله بمساعدة أرباب الأموال. دائما الخونة موجود، الخونة موجودين دائما، ضق الزر يطلب الخونة. التي استحوذت على قلوب أصحابها فلم تبق بها تبقي بها منفذا لحب الوطن. وإذ ذاك الوطن هذا مسكين، هذا الضغط الوطني المظلوم هذا. وإذ ذاك أيسح بنها من خدمة أمته لقرطاجنة، شاف أن الأمور يعني الكفة ليس له، لم يجد في بلده من يعينه ومن يقف معه وقفة رجل ويعني صاحب حرارة وطنية كما يقال. ففر إلى الشام، شاف أنه ماذا يبذل ويعطي لكن لا يوجد من يستجيب معه، بل قد انتبه إلى أنه يوجد من يتآمر مع المخالف لاغتياله. فنجا بنفسه، فر إلى الشام ونزل على ملك السريان أنطيوكيس، وأراد أن يشغل روما ويخدم وطنه من الخارج. فطلب من ذلك الملك المدد لمحاربة روما في المشرق، فأمده. وأخيرا أيس من أن تكون لهذه المحاولات ثمرة، شاف حبنها أنه ماذا لا توجد اليد التي يتكافأ معها. فسمى نفسه، يعني تناول سما، فسمى نفسه سنة 83 بعد 100 قبل الميلاد. هذه القلوب التي هي خاوية من الإيمان، القلوب التي هي خاوية من الإيمان والتقوى، يعني ينتهي بها المطاف إلى مثل هذا الأمر الشنيع. وكما قال الشيخ مبارك الميري في عبارة جميلة مرت معنا قريبا، قال ولا أعجب من حال من يفر من الموت الشريف وهو مظلوم ويقتل نفسه بعدما جر لدولته عار الميزان. يعني هذا أعجب، صح، قوة وشرف و يعني محاربة، يفر من موت شريف مظلوم قد يكون قد إلى مثل هذا فيقتل نفسه. الحاصل، وهكذا انتهت حياة هذا البطل العظيم والقائد الكبير الذي لم يهزمه غير الخائنين من قومه عبدة المنفعة الشخصية. فمضى ولسان حاله ينشد أنا لولا أن لي من أمتي خاذلا ما بت أشكو اللوم. فما أكثر هؤلاء الجبناء أهل الخذلان والبلاء، والتاريخ يعيد نفسه. طيب، قال ها الحرب البونيقية الثالثة، كانت بين 49 و 146 و 100 قبل الميلاد. يقول خرجت قرطاجنة من الحرب الثانية على تلك الصفة القاضية عليها بالموت، ولكنها أمة تجارية نشيطة فتحسنت حالها وابتعشت. قلنا قرطاجنة أصلها من إيش؟ من الدولة الفينيقية، لما نزلوا على الضفاف الجهة الشرقية سموا بالبونيقيين، ابتنوا بتونس قرطاجنة مدينة وجعلوا فيها مرسل لنقطة وصل وعبور لتجاراتهم، ومن ثم صارت هذه الإمارة والعهد القرطاجني، فهم أصحاب تجارة. فتحسنت حالها وانتعشت، هي صاحبة تجارة. وكان ماسينيسا يقلقها بغاراته، مع أنه من البربر، وقرطاجنة كانت علاقتها بالبربر طيبة كما سيأتي، ولكن كان في البربر من يكون أحيانا مناصرا لقرطاجنة وأحيانا نصيرا عليها على حدودها. وقام بها ثلاثة أحزاب قرطاجنة: حزب مالي غرضه السلم ومداراة روما، المهم تبقى تجارته ماله وما يعني يتعرف عليه، وحزب وطني غرضه تأييد سيادة قرطاجنة بالجيش والحرب، وحزب بربري
غرضه الاحتماء من روما بالخضوع لمصيره. ولو قدر لهذا الحزب الأخير النجاح ما رأى الجزائريون وجوه الرومان وفخفختهم، أن الرومان كما سيأتينا بعد سقوط قرطاجنة تدخل على هذا البلد وتشبعه الولاد ويعيش تحت ظل سيطرتها لنحو 8 قرون إلى أن جاء الإسلام وجاء العرب وأعادوا لهذا البلد، يعني بعث فيها الروح. قال: لم يكفي مصيريس عن إزعاج قرطاجنة، فرفعت عقيرتها مرارا بالشكوى منه إلى روما التي لم يخفى عليها تعدي مصيريس. طيب، الروما أبرمت صلحا مع قرطاجنة وكانت في قوة، في موضع قوة، ففرضت عليها أن طيب، وما سيغير عليها؟ فإذا حاربته قرطاجنة تقول روما: أنتم نقدتمناها، إذا عليكم غرامة أخرى ونحرق سفنكم ونأخذ آلات حربية من عندكم وكذا وكذا. وروما تعلم وتعرف ما يفعله مصيريس من الإغارات، مثل الآن سوريا كملوها والسيارة تاع الأمم المتحدة الدور تشوفوا يتحوس على القتل، تحوس على القتل وراهم، احنا ما شفناهم وهما تم يدورون ما جابوش، ما زال القرار اللي كاين قتله. لما؟ لأنه في مصالح، لكن متى ترجحت المصالح يلقوا ملايين قتل، يلقوا ملايين قتل. فروما لم يخفى عليها تعدي مصيريس، واخيرا خشيه روما ان يستولي مصيريس. قلبت نقلب الميزان، لان قرطاجنة هي تقلق، اذا خلي تشغلها مصيريس. الان بدا يستقوى مصيريس ويقلق روما، اذا لازم الدور به. فخشيه روما ان يستولي مصيريس على قرطاجنة ويقطع آمالها في امتلاك إفريقيا، يعني هي طالبة. فوجهت إلى إفريقيا ثلاثة من الخبراء. شفت هذه؟ ثلاثة من الخبراء، ها؟ عجيبة. كل ما تسمع حفة تسمع هو وزير خارجية راح، وزير خارجية جاوة، وهذا مسافر، هذا كله. الدول الكبرى هذه روما يعني عرق هذا استغلاله. فوجه إلى أفريقية ثلاثة من الكبار للبحث في قضية قرطاجنة مع مصيريس وإنصافها منه، أن تنصف قرطاجنة من مصيريس، يعني راه يغير عليها، يضرها، يفعل بها كذا كذا. فلما بلغوها جاءوا هذا الخبراء ورأوا حسن حال قرطاجنة، شافوا البهاء اللي فيها، عدلوا أي مالوا. لفظ عدل في اللغة يسمى من الأضداد، تعرفون الأضداد؟ اللغة العربية هذه أفضل اللغات إلى يوم الدين، عجيبة هذه اللغة. ومن عجائبها أن الكلمة الواحدة تدل على المعنى وضده. عدل بمعنى الحرف، وعدل بمعنى أقسط في القضية، بمعنى أقسط في القضية، أو نعم يعني كان منصفا. نعم. قال تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى، واذا قلتم فاعدلوا. وقال جل وعلا: والذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يساوون غير الله مع الله. والقراءه الثانيه يعدلون اي ينحرفون، يميلون. وكلا المعنيين تؤيده
آيات أخرى. نعم، فإذا عدلوا عن إنصافها خشية أن تعود إلى قوتها. لما جاء الخبراء إلى قرطاجنة شافوا أنها دولة تملك ثروات لها قوة قد تكون وتنتفض، وبالتالي تصير قوة قوية لا تدانيها دول أخرى، وتحتفظ بسيادتها على وطن همهم في امتلاكه. روما تريد أن تمتلك هذا، حتى أن أحد الخبراء المدعو قاطون لما عاد إلى روما حمل معه تينات، تعرفون التينات طارية من شجرتها، ودخل بها مجلس الشيوخ في روما قائلا: إن الأرض التي تنبت هذه الثمرة دشيتي البلاد. قال: من الأرض التي تنبت هذه الثمرة، هذه شوفوها هاي، ليس بينها وبين روما إلا مسيرة ثلاث أيام، بيناتنا ثلاث أيام وأنا سبيل فيها. ومن كلامه أيضا أن رأيي أن نهدم قرطاجنا، تهدم أن نهدم قرطاجنا، واضح الربيع العربي والفهم. ولم يزل يكرر: لكن مساكين المسلمين والعرب يبيت لهم ليلا ونهارا وهم لا يعرفون، يسمونها ربيع العربي، أهلكوا دولا أحرقوها رغم ما كان من الظلم. والشيء واضح، لكن العاقل يبني لا يهدم، العاقل يبني لا يهدم. نعم، وانا خطير السياسه كلها في السياسه خطير. ومن كلامي ايضا: لكن لو انكم تلاحظون فقط ايام اندلاع هذه الامور اللي يسموها الربيع العربي مع اي شيء توازن، انا اشير لامرين: الاستيطان اليهودي في فلسطين وازمه الاقتصاديه العالميه، توازت مع ايش؟ الربيع، ما يسمى بالربيع العربي، واضح؟ فأشغل هذه الدول تغض الطرف عن فلسطين وعن اليهود، يبنون ما يشاءون ويحتاجون بعد ذلك إلى السلاح، فتحتاج فتمول الدول المنتجة للسلاح هذه الأراضي بالسلاح وتسترد قوتها في الاقتصاد إلى آخره. فقال: رأيي أن نهدم قرطاجنا. ولم يزل يكرر هذا المعنى في خطبه، وبعد قليل أصبحت رومة تلفق يا رجال، وكان عندهم النووي، وكان عندهم الهيدروجيني، وكان عندهم وقيل رامي بن وقيل وقيل وعندهم دمر الشامي وكذا، تلفق أسبابا واهية لتبرير حرب قرطاجنة، تحوس السبة كما فعلوا مع الجزائر، ها، بدءا من 1815 وبعدين سكتوا، 1827 وبعدين سكتوا، 1830 القوا الفرصة. أي نعم، وهي أسباب ملفقة ترى، ليش من فرنسا بس؟ فرنسا دول أخرى، أمريكا كانت باش تنقبل بحرب منك تخلص، أمريكا باش تنقبل بحرب من الدوسط كانت تخلص غرامة، لا تعجب حتى تخلص. على كل، فلا بد إذن هذه الدولة القوية من هدمها. تلفق أسبابا واهية لتبرير حرب قرطاجنة، وإذا هدمتها أنت الواحد اللي ظل مقلقة قديمة وكل ما تعجب تخلص، ما تعجب تخلص، كي تلقى فرصة باش تهده باش ما ينوش، وتبقى مسيطر عليه باش ما ينوش، وغير ما تشوف حينون لازم ندير له بالبال، لازم ندير له إلى آخره إلى آخره. تلفق أسبابا واهية لتبرير حرب قرطاجنة. نعم، أدركت قرطاجنة جور أولئك الخبراء، وعرفت أنه لا ينصفها غير قوتها. ليصفها إيش؟ القوة. إذا لابد أن تتجهز، لابد أن تتجهز. هذا الأمور
تذكروها جيدا، حتى هذه نقارنها بعد ذلك مع الفتح الإسلامي، وكيف هي فتوحات الإسلام، وكيف هي دعوة الإسلام ودعوة المسلمين. واضح؟ ونقارن بين الأمرين. شتان أن الإسلام جاء لنشر الدعوة لا للسيطرة على البلاد، لا للسيطرة على البلاد أبدا، وإنما لنشر دعوة الإسلام. فإذا أتينا بلدا وقبلوا دعوة الإسلام وأسلم القائم عليهم أبقي على ما هو عليه، أبقي على ما هو عليه. طيب قال: فكانت للحزب الوطني فرصة لن نضيعها. قلنا كانت الأحزاب حزب مالي وحزب حربي وحزب بربري احتاج الحماية. إذ قام من رجاله جسقون ونظم جيشا جعله تحت إمارة أليو برزان حفيد سيفاقس عدو ماسينيسا، وإخراج حزب ماسينيسا من قرطاجنة سنة 52 بعد المئة قبل الميلاد. فاحتج ماسينيسا على ذلك أمام قرطاجنة وروما، وأخيرا هجم على الحدود، فخرج إليه صدر بعل في جيش كثير، وانتهت المعركة بفوز ماسينيسا، وذلك سنة 50 و100 قبل الميلاد. بلغ خبر هذه الحروب إلى روما فاعتمدتها سببا لحرب قرطاجنة بدعوى أنها نقضت الفصل السادس من مواد الصلح السابق كما ذكرنا، وشرعت في تجهيز جيوشها للدخول في الحرب البونيقية الثالثة، وما أجدرها أن تسمى حرب التين. سماها شيخ مبارك البيه، يقول لك هذه جديرة بأن تسمى إيش؟ حرب التين. ليش؟ لأن خبراء روما لما جاءوا وراءوا هذه الثروة مما أغراهم التين، مما أغراهم التين، فقالوا هذه الأرض لكم ضيعينها ثلاث أيام تحبوها توصل بها وتستفيدون من ثمراتها. ما أجدرها أن تسمى حرب التين. في سنة 49 بعد المئة قبل الميلاد وجهت رومة جيشا إلى إفريقيا، ولما نزل بصقلية جاءته رسل قرطاجنة معترفين بالجناية عن الصلح، مع أنهم كانوا مدافعين لا هاجمين، يعني قرطاجنة دافعت وما هاجمت، ومع ذلك لما سمعوا أن روما تجهز وقد قدمت ونزلت صقلية راحوا إليهم وقال نعترف أننا أخطأنا. وقدم أولئك الرسل لضباط الجيش 300 من أعيان قومهم رهنا، ولكن الجيش سار لطيته، هكذا عندكم ها؟ لطيته، نعم سار لطيته، يعني لم يلتفت إلى هذا الرهن، وكان ولما جاء به يعني، وكان عدده 80,000، عدده 80,000. ولما نزل بتراب قرطاجنة طلب منها تكفيرا عن جناية نقض الصلح تسليم جميع المواد الحربية وآلات الصناعة، لازم تبقى آلات الحرب والصناعة. فلبت الطلب، وكان مما استلمه الجيش الروماني 200,000 درع لسعر الحرب، و3,000 مقلاع، المقلاع الذي يرمى به، عدا المراكب وغيرها. وبعد استلام ما طلبه الجيش الروماني أولا، طلب ثانيا منها أن تتحلى له عن 15 ميلا من ترابها، يعني تعطيه قطع أرض. هذا هو الاستغلال. هذا هو الجنس الرومي والروماني، ولا يزال إلى الآن، لا يزال إلى الآن، بخلاف الجنس السامي والذي منه العرب، ليس هذا طريقهم وحالهم، وسيأتي. فطالب التأجيل الجواب عن ذلك إلى شهر، سنجيبكم بعد شهر. ووافقها الجيش على هذا الطلب لاعتقاده أنها عاجزة عن أي مقاومة. أثار هذا السلوك
الممقوت والخداع الخبيث حمية القرطاجينيين، فهاجموا وثاروا في وجوه الذين مكنوا الرومان من قوتهم، وجمعوا 20,000 جندي تحت قيادة صدربة، وتهيأ السكان أجمعون للدفاع عن المدينة، وكان عددهم 700,000. وخرج صدربة بجيشه من المدينة ليتمكن من تمويهها، واستعد الباقون للحصار تحت رئاسة حفيد مارسينيس المسمى صدربة، ونهضوا أثناء ذلك الشهر للعمل بنشاط غريب، حتى أنهم هدموا الديار ليأخذوا أخشابهم ويصنعوا منها السفن وآلاتها، وحرقت النساء شعورهم ليفتن منها الحبال. وعندما تم الأمد الدهشة، جاء الجيش الروماني ليدخل المدينة، فوجدها على غاية الحصانة وتحرج موقفه، ثم فشى فيه المرض والعصيان، وكان القرطاجيون بخلاف ذلك تزداد حرارتهم الوطنية بطول الحصار، ولم يجد الرومان مساعدة لمصيصة الذي لزم الحياد رجاء أن يستفيد من ضعف الدولتين كلتيهما. دائما إذا شفت خصومة بين الاثنين كان الثالث هاي السنة مكتشر أكثر ويأخذ هو الفريسة. نعم. مكث القرطاجيون في الحصار عامين، واشتد عليهم تحت رئاسة سيبيون الأميري، إذ حفر خندقا أحاط بالمدينة، جماعة روم هذا، وأقام سدا بينها وبين المرصد، يعني قطع عنهم طريق استمداد المؤونة، وطارد الجيش القرطاجيني المقيم خارج المدينة، وبذلك انقطع عن المحصورين مادة التمويل، وذلك سنة 47 قبل الميلاد. وحاول المحصورون النفوذ إلى المرسى باتخاذ نفق تحت الجبل، فشعر به المحاصرون وردوهم إلى الحصار، فاستمروا فيه متزودين بالصبر. لما أحكم سيبيون حصار قرطاجنة وقطع عنها المؤنة برا وبحرا، عزم على فتحها، فقصد مكانا ليدخل منه على غرة من أهلها، ففطن به صدربع حفيد مسيلسة وصدره بإيقاد النيران في وجهه. وأخيرا دخل سيبيون المدينة من ناحية المرسى، فشد عليه السكان شدة عنيفة، وأرسلوا عليه كل ما لديه من مهلكات ومحرقات، ولكنه صبر لها، وفتك بمن ساقه القدر إليه من شيوخ ونساء وصبية، وأحرق كل ما مر به، ودامت الحال على شدتها 6 أيام بلياليها، والتجأ المحصورون إلى هضبة برصة، وهم مع ذلك لا يسلمون قدما إلا بحقها، وكثرت الأموات حتى صاروا يرمون من طريقهم بالمذاري، يعني آلات خشب ترقي الأموات. وكان المحصورون بجبل برصة، البرصة هذه يقول في التعليق: جبل برصة هضبة بمدينة قرطاجنة، شاد بها الفرنسيون اليوم كنيسة ومتحفا وضريحا للقديس لويس التاسع ملك فرنسا الذي هلك في حربه ضد المستنصر بالله الحفصي بالوباء سنة 69 و600 من الهجرة الموافق 70 بعد 200 و1000 من الميلاد. قال: فلما أيسوا من النجاة ونفذ ما لديه من وسائل الدفاع ومعدات الحصار، أسلموا أنفسهم ومعهم صدر بعل لسيبيون، استسلموا على أن يحفظ لهم أرواحهم. وكانت زوج صدر بعل أقوى منهم،
جأشا فربأت بنفسها، أي تعالت فاربأ بنفسك، أي اهتم وارتفع كما قال صاحب اللامية، لامية الطغرائي، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك لا ترعى مع الهمل. ها؟ لا أن ترعى، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، يعني أنه أنت لمسؤولية عظيمة، لا تضيع وقتك، لا تضيع نفسك مع ماذا؟ مع أهل البطالة والكسل. فربأت بنفسها عن أن تحتمل منة سبيون، فأوقدت النار بمعبدهم وألقت نفسها فيها، وفعل فعلها 1000 قرطاجي، وذلك سنة 46 قبل الميلاد. وانتهت الحروب البونيقية بفتح قرطاجنة التي خلد البونيقيون بدفاعهم عنها لأنفسهم كل الفخر والشرف، وللرومان الغادرين كل خزي وعار، وأنه لفتح فتح على الجزائريين كل النوائب والمصائب، وسد عليهم طريق الإحسان السامي، فلم يروه إلا بعد 8 قرون عندما جاءهم العرب إخوان فينيقيين يحملون لهم دينا فطريا وأحكاما عادلة وحضارة طاهرة. عندما تم فتح قرطاجنة احتفلت رومة بآلهتها وقربت لها القرابين، ثم وجهت 10 من أعيانها لينظروا مع سبيون في مصير قرطاجنة ماذا يفعلون، فحملتهم الكراهية والبغضاء لمؤسسيها رجال العمران على اختيار هدمها وتخريبها، ففعلوا وبئس ما صنعوا، يعني ما شيدته قرطاجنة من حضارة ماذا فعل الرومان؟ أهل الخراب خربوه، ولعنوا مكانها، وأخذوا من تراب حكومة قرطاجنة قطعة ضيقة أضافوها إلى مستعمراتهم، وأطلقوا عليها اسم مملكة الرومان في إفريقيا، وجعلوا لها واليا مقره عويتقة مقره عوتيقة. وبهذا يكون انتهى الباب الرابع، وهو عهد القرطاجنيين، وهم ماذا؟ تبع للفينيقيين كما سبق المرة معنا. نعم، الباب الخامس، قال المؤلف رحمه الله تعالى: في ذكر البربر على عهد قرطاجنة وجمهورية روما، يعني ما الذي حصل له؟ علاقة البربر مع القرطاجينيين هذه إن كان سبق مرت معنا، مرت معنا عموما، يعني أول ما جاء الفينيقيون إلى هذه الأرض. قال: ليس لقرطاجنة مطامع استعمارية بالمعنى العصري، يعني أن تستبد وتأخذ أراضي دول ليست هي دولة لها وتتسلط عليها. فليس قال ليس لقرطاجنة مطار استعمالي بالمعنى العصري في بربر الجزائر، فلم تكن تخدعهم بالوعود الكاذبة أو تمنيهم الأمان الباطلة فتتظاهر وهي تسر حسوا في ابتغاء. عندكم بالمطتين تسر، هذا تسر حسوا في ارتغاء، هذا مثل من أمثال العرب، هذا مثل من أمثال العرب، يقولون تسر حسوا في ارتغاء، يعني يظهر
أنه يريد أخذ الرغوة لكن هو يحسو اللبن ويؤدي في اللبن. واضح؟ هذا المثل، هذا المقصود. تسر حسوا في ابتغاء، يتظاهر أنه يأخذ الرغوة يعني ما لهاش أهمية، لكن هو ماذا؟ يحسو اللبن. هذا المثل يضرب لمن؟ يضرب لمن يظهر أمرا ويعمل خلافه، يعمل خلافه. هذه أمثال العرب، يعني سرت عند العرب. كيف يكون ورودها؟ يعني تقع حادثة وبعد ذلك تصير تضرب مثلا لكل من وقع في مثلها. فكل من يظهر أمرا ويعمل خلافه يقال له يسر حسوا في ابتغاء، لأن هذا المثل يسر حسوا في ابتغاء يعني يظهر أنه يأخذ الرغوة لكن هو ماذا يحسو؟ يحسو اللبن. فيضرب مثلا لمن يريك أنه يعينك وإنما هو يجر المنفعة لنفسه، وكذلك مثلا لمن يريد أمرا ويظهر غيره. لهذا قيل للشعبي رجل قبل أم امرأته فقال يسر حسوا في ارتغاء قد حرمت عليه امرأته، يعني يظهر أمرا ويقصر غيره. يسر حسوا في ارتغاء ما يجوز أن تجمع بين المرأة وأمها أو المرأة وابنتها على شروط معروفة، وإن كان الفقهاء يختلفون في متى، هل مجرد القبلة تمنع أو لا، هذا يعني من الفروع الفقهية مختلف فيها. الحال المقصود يقول أن القرطاجيون ليس ممن يظهر الإعانة وهو في الحقيقة ينفع نفسه، ليس هذا، بأنها جاءت لخيرهم وأنها تحكمهم ريثما يصيرون قادرين على إدارة شؤونهم ورشداء في تصرفهم، ثم تقلب عنهم وتنفض يدها من تحكم عليهم متى بلغوا تلك الغاية، يعني لم تكن تخدع. وقد عاب على قرطاجنة هذا الخلق السامي كونها لا تخدع ولا تتلاعب، ستيفان إغسان. ونقل كلامه بيروني وهاك ترجمته. المؤلف ذكر في المقدمة أنه يشكر كل من أعاله على الترجمة، يعني في نصوص تاريخية بلغة أجنبية غير عربية فأعانوه على ترجمته. ومن هذا ماذا قيل؟ ماذا؟ تفضل. واحد أرسل ورقة قال لعل الكلمة تضبط حنبعل وليس حنبعل، اي نعم، وانا ما انتبهت لها سبحان الله، فمذ ان مرت معنا وانا اقراها خطا. لو نبهتون سجلت علينا. ماشي، على كل حنبعل، لانه يعني اصل الكلمة بعل وتضاف اليها، مر معنا ان بعل من الآلهة التي كانت تعبد، أتدعون بعلا تذرون أحسن خالقي. على كل، فنطقي لها كان خطأ من أول ما مرت معنا، تصور حاني بعل ومنه صدر بعل وغيره. طيب نقرأ هذه الترجمة فقط وبعدين نجيب الأسئلة. قال روما ملكت أوطانا شاسعة ومع ذلك عرفت كيف تحفظ سيادتها، فالمكان الذي تنتصر فيه تحصنه بالجنود وتمني المحكومين لأنها تدعهم وشأنهم متى رشدوا. وقرطاجنة بعكس ذلك متى ملكت ناحية لم تحصن مركزها فيها ولم تعي من الوعد أهلها بالإقلاع عنهم يوما ما، إلى أن قال فلو شاءت قرطاجنة أن تكون من إفريقية أن تكون من إفريقية
دولة ثابتة لسهل الأمر عليها، ولكنها فرطت في الاستثمار والاستغلال. أما روما دولة مستغلة. يقول الشيخ مبارك الميري: وإن عيب على قرطاجنة تفريطها في استغلال البربر، فإنما يعيب عليها ذلك أهل المطامع الاستعمارية. أما من لم تدنس عقولهم تلك المطامع فإنهم لا يرون عيبا على قرطاجنة إن لم تكن ذات خداع سياسي. هذا هو السائد في هذا الزمن، الخداع السياسي. مكر يأتي بوجه منير وقلب شيطان، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: جثمان الإنس في قلوب شياطين، عياذا بالله. بل يعترفون بفضل أعمالها الإمرانية وما أحسنت به إلى بربر الجزائر من جلب البضائع لوطنهم وتعليمهم الحرف والصنائع. وقد كانت تستميل الرؤساء والأمراء بالأموال وتتقرب إليهم بالمصاهرة، أي الزواج، لا لأن تخدعهم في استقلالهم، بل ليكفوا عنها هجومات قومهم ورعاياهم أو تستعين بهم في حروبها. أين؟ قال: أملقا برقا أعظم قوال قرطاجنة، وعد نارفاس لرؤساء البربر بابنته لإعانته له على إخماد ثورة المرتزقة، وحنبال، هذا أول مرة ننطق صحيحا الحمد لله، اللهم زدنا علما، هذا ما يناسب ليش الضغط، وحنبال الشهير كانت له ابنة أخ تزوجت من أصال لساس ابن نارفاس، وصفر نسيب الشهيرة بنت صدر بعل كانت تحت صفاقس، ومصنيسة كانت له بنت تزوجت بأحد سرات قرطاجنة، وكان منها صدر بعل حامل راية الدفاع عن المحصورين بقرطاجنة. وكان لقرطاجنة منذ أواخر القرن الخامس قبل الميلاد جنود مرتزقة من نوميديا وموريطانيا، والنوميديون هم الذين أعانوا حنبال بأوروبا، وإليهم يرجع الفضل في انتصاراته الكثيرة الباهرة. وكانت بين قرطاجنة وبعض أمراء البربر بالوطن الجزائري معاهدات تقضي بإعانة أولئك الأمراء لقرطاجنة أيام الحرب. فأنت ترى أن بين قرطاجنة وبربر الجزائر روابط بالمصاهرة والمعاهدة واختلاط في الجندية، بخلاف ما عليه روما صاحبة الاستغلال. نقف عند هذا الحد نجيب على أسئلة. الله تعالى أعلم. إذا صوب الكلمة حني بعل، هذا النطق الصحيح للكلمة، ولم أنتبه. يقول هذا السائل أنه كلما دخل الخلاء لاستنجاء وقت الصلاة ينزل معه ماء شفاف رقيق، هذا يسمى الودي، وهو كذبه، تغسله وتتوضا. لكن يقول كثر عليه فأصبح يعيد الوضوء كل مرة، ومع ذلك يجد هذا الماء بعد كل استنجاء، وأحيانا يعيد الصلاة مرات لما يجد ذلك الماء. لا، إذا تكبر معك هذا يبدو دائما، اجعل شيء تضعه بين العضو وثوبك، فإذا دخلت الخلاء استنجي ارتخي جيدا حتى يخرج ماء هناك، ثم اغسل الموضع، وضع شقة بين عضوك وثيابك، ثم توضأ وصلي ولا تلتفت، إذا خرج شيء بعد ذلك لا تلتفت، ما دام يكثر من الخروج. هذا من السلس.
يقول: دخل المصلي المسجد وجد المصلين يصلون صلاة الظهر، فصلى معهم ولم يصلي الرواتب التي قبل الظهر، فهل يقضي الراتب التي بعد أم يرتب، أي يصلي الراتب التي قبل الظهر ثم بعد؟ جاء في حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي قبل الظهر ركعتين صلى بعدها أربع، فإذا أدركت قبل الظهر فصلى ركعتين أو أربع كما تشاء، وبعد الظهر ركعتين. إذا جئت للظهر ولم تستطع أن تنفذ ودخلت معهم في الصلاة مباشرة، فالسنة بعد الصلاة تصلي أربع ركعات. هل تصلى ركعتين إذا دخل أحد المصلى؟ يعني إذا دخل المسجد فلا يصلي ركعتين، يعني تحية المسجد، هل تصلى في المصلى؟ تصلى في المصلى. المقصود هنا المسجد هو المكان المخصص الذي أوقف للسجود، أما إذا كان مكان يحول كقسم من الأقسام في المدرسة أو غرفة من الغرف الشركات فلا تلزم في ذلك تحية. أي نعم، صوب هذا أيضا الكلمة هذه، يقول حنى بعد أو حني بعد بالكسر أو بالفتح. أي نعم، وأنا كنت نقول حن، كيش قلت يقول حنى بعد حبنا عن، أيوه خطأ. أي نعم، حنى بعد أو حني بعد، أيوه بارك الله فيك على التصويبها، جزاك الله خير، قلت أخطأت نطقها من أول فتصوب، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. الله أكبر.